كابتن قلبه ما فيه وما في حدا كرهته بحياته، يعني بتضل قريبة إنه قريبة مع الكل. ريا ملك كانت عايشي على الأرض، ملك مش إنسان. قصة آل شدياق هي واحدة من قصص أهالي مزيارة الشمالية التي هاجر أهلها لكسب العيش وقرروا العودة والاستقرار في حضن الوطن، لكن فصلاً دموياً يكتب اليوم بدماء ابنتهم ريا التي وقعت ضحية من وثقت به العائلة وأمنته على كل ما تملك. الحرقة كبيرة والغصة كبيرة وإن شاء الله نوصل لنتيجة سريعة. قعدي مع أيام كل يوم يتعذب، كل يوم يكون في عذاب لقلب، لآخر شيء هيك ينتهي. هودي جو منو حتى يهربوا من بلدهم تيعيشوا بأمان، جو تيقتلونا ببيوتنا. هذا الشخص الذي نزح هرباً من مأساة سوريا حول حياة آل الشدياق إلى مأساة بحد ذاتها. نحن شفقنا عليهم بس ما نعرفين أش كانوا مخبيين لنا، مثل ما صار مع ريا يمكن يصير مع أمه ومع بيا كمان. من جهة تانية بيجوك اليونايتد نيشن يقولوا يا الله انتبهوا، هودي ممنوع تطلعوهم من هالضيعة، هودي مساجدين على اللوية عنا، ياخدوهم لعندهم. أوروبا كبيرة، أمريكا كبيرة. بغضب كبير يستقبلنا أهالي مزيارة، غضب ونقمة وحسرة على خيرة الصبايا في الضيعة. كل واحد هنا يتذكر صفاتها وحنيتها، صفات تدفع إلى السؤال لماذا ريا؟ يعني أكيد في رسالة من وراها، والرسالة إنه يطلعوا سوريين من هون. ويمكن هي العذراء هلأ نقيت ريا لأن عارفة إنه نحنا الشيء اللي منحطه قبالنا بدنا نعمله ومنوصل له. جريمة مزيارة أعادت إلى الأذهان جريمة قتل مريم الأشقر، هوية القاتل دفعت الأهل إلى القول لو الدولة تدخلت بالشكل الصحيح لما تكررت الجريمة. يسوع بيقول طيب سامحون إنهم ما بيعرفوا حالهم شو عم بيعملوا، لا يدرون ماذا يفعلون، يعني هيك حنشتغل. أكيد لو بوقتها هي إنه عالجوها للقصة مزبوط وتابعوها يمكن ما كنا وصلنا لهون. ريا التي كانت تملأ زوايا هذا البيت بالحنان والبسمة كانت ستزف العام المقبل عروساً في الضيعة، زفت اليوم شهيدة، فهل تذهب دماؤها هدراً؟ بلا ما نكدي عونك بربنا أبداً، بس نحن فقدانين أكيد.